عبد الفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023 بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 30 من أغسطس من عام 2023. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس مع عدد من المسؤولين بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسؤولي وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء ومسؤول المؤسسة الدولية للتمويل استشاري الحكومة في برنامج الطروحات للاتفاق حول باقي التفاصيل الفنية والبرنامج الزمني بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدا أهمية تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. على الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني رفع توصيات 15 لجنة من أصل 19 لجنة في الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن الحوار يتم على مراحل عبر إجراء جلسات عامة وبلورة توصيات الجلسات لرفعها لرئيس الجمهورية ثم استئناف الحوار مرة أخرى. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية وتبلغ 39 درجة بسبب ارتفاع الرطوبة. يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني اليوم في إتاحة باب تسجيل الرغبات وفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفون من المرحلتي الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، ويستمر الموقع في استقبال تدوين الرغبات حتى يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر من عام 2023 بحد أدنى للتقدم 50%. أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمصر أن اللقاحات الحالية لمواجهة كورونا مفيدة وتعزز المناعة في مواجهة العدوى من المتحور الجديد، مطالبا بالحصول أيضا على الجرعات التعزيزية من اللقاحات. أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة كارلوس أوليفر أن مصر استقبلت نحو 300,000 سوداني بعد الأزمة المسلحة الدائرة مؤخرا في الخرطوم، موضحا أن هذا العدد يمثل نحو ثلث النازحين بسبب المواجهات المسلحة هناك.